هنا في أسوان الحاجة المهمة جدا إن احنا نكون في مستوى عالي جدا جدا ويوصل كل الناس، يوصل للمجتمع، لأن دي أهم حاجة. الناس اللي ما عندهمش إمكانية إنهم يتعالجوا وتشوف وشهم اليأس، فدي حاجة مش مظبوطة. وإنما المستوى والأبحاث العلمية هي اللي بتبني المراكز المميزة زي أسوان. مش العدد، العدد طبعا بنزود على قد ما نقدر، إنما الحالات المعقدة اللي متتحدش بيعملها تاني، الاكتشافات الجديدة وخدمة المجتمع، ومفيش تفريق بقى. دي أهم حاجة في الموضوع، إن كل الإنسانية هي إنسانية. لونك إيه؟ شكلك إيه؟ دينك إيه؟ أنا ماليش دعوة. والحاجة المهمة جدا إن كل اللي بيشتغلوا في المركز مؤمنين برسالة المركز إنها خدمة المرضى والعلم، الاثنين مع بعض، خدمة المرضى والعلم على أعلى مستوى عالمي. طبعا الطب هي رسالة خدمة زي ما حضرتك قلت بالظبط، خدمة الإنسانية. بس أنا أحب دايما أقول عشان الإنسانية مرتبطة بالعلم، لازم مش أي خدمة تنفع، لازم على مستوى عالي. وبعدين كلنا كل الناس متساويين، وإحنا ما إحناش قضاة. فإحنا كان عندي دايما أفكر إن إحنا شغلنا هي الطب بس، لأن علاقة المريض بالطبيب مقدسة. وده مش مهم بس للمريض، ومهم للطبيب كمان، لأن الطبيب بيشعر إنه مسؤول عن حياة إنسان، بيعرف ما هو الإنسان، ومش يعالج مرض، يعالج إنسان عنده مرض. هكذا سطر السير مجدي يعقوب اسمه في فضاء آخر حين اختار جراح القلب المصري البريطاني العالم الشهير أن يكون طبيباً للإنسان بالمجان، من دون أدنى اعتبار لأي اختلاف في الألوان أو البلدان أو الأديان.